عرضت اليوم الشرطة الوطنية 18 شخصا ممن ألقي القبض عليهم بتهمة تتعلق بالأسلحة والمتاجرة بالمخدرات على حسب ما أفادت به الشرطة الوطنية. المناسبة كانت بحضور مدعي الجمهورية بالعاصمة جمنا والمدير العام للشرطة الوطنية الطاهر إردا حليمة السعدي يعقوب. من أجل أمن المواطنين وممتلكاتهم تعمل الشرطة الوطنية ليل نهار لإيجاد وتوفير الأمن للمواطنين من جميع المخاطر التي يعانون منها. هذا وقد تم عرض 18 متهمين أمام الصحافة العامة والخاصة والذي تم القبض عليهم خلال الأسابيع الماضية. الشرطة قدرت لقيتهم كربتهم بسلاحهم واعترفوا بإجرامهم وجابتهم لنا. في جنس جروب آخر هم الآخرين دول ناس جو بفن عن الإنفورماتيك دارين بسحبوا الفلوس من البنك القاعدين في العاصمة هنا ودارين بودوا برا الدكولة. الشرطة بقت يعني حذرة وقبل بالقروش ده كثيرة كما فات شغل بسيط كفات، لكن الأغلبية اللي بيسال أوبراسيون سووا ما مرقوك كل كربهم. وتالي ده في ناس يعني بيشكموا مخدرات تشوفوا حشيش وايد حبوب البنادو ترامول نزل الشيء ده صبوا في الوتائر في البورتير صبوا ربطوا بتورنفيس ده كله ما خلى الشرطة يعني قدر لفت الشرطة. الجماعة الحسة جابوهم دول ما في تهمة ساكت جابوهم بدليل كاف سبات ده لين عنين يدينا الفرصة إذا كان مشينا قدام المحكمة نوصف السبات الدليل الكافي ده وأي مواد يعقبوا على حسب جريمته. والجدير بالإشارة أن الحكومة التشادية تولي اهتماما بالغا بسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، لذا يبقى العديد فعله لاختلاء جذور المجرمين والعابثين بالقانون وإنزال الأخوبة الرادئة ضدهم. اختتمت أعمال اليوم الإخبارية حول الأمراض المستعصية والمنظم من قبل وزارة الصحة العامة. كان ذلك بحضور المدير العام بالإنابة لوزارة الصحة العامة الدكتور شريف بحر الدين. الحسين النور يوسف. نسبة للعناية الفائقة التي توليها وزارة الصحة العامة للمصابين بالأمراض العقلية، نظم البرنامج الوطني للصحة العقلية بوزارة الصحة العامة يوما إخباريا بحدف العناية بالمحتلين عقليا وأولئك الذين لهم مشاكل نفسية في المجتمع. جاء هذا اليوم الإخباري بمشاركة ممثلي مختلف الوزارات فضلا عن الممثلين وقادة جمعيات المجتمع المدني. المدير العام النائب للأمراض المنتقلة بوزارة الصحة العامة أثناء افتتاحه لهذا اليوم التوعوي أفاد بأن الأمراض النفسية تحتاج إلى عناية كبرى من قادة المجتمع. أن المشكلة بتاع الصحة العقلية دي يعني شيء كي يعني إنه قامدة فالناس ما بيتكلموا فوقها، بدأ المشكلة دي كلها نلقوا لها إلان وما تكون إلا بالتوعية. كي يقوم الفرد بأداء واجباته ومهامه الذاتية والاجتماعية على أكمل وجه لابد أن يكون بصحة نفسية جيدة، فالفرد المصاب باضطرابات نفسية له عصر سلبي يعود على ذاته وعلى الآخرين، لذا فإن الاهتمام والعناية بأولئك المصابين عقليا لهو أمر في غاية الأهمية. قدم رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية الدكتور حجار محمد أحمد حديثا صحفيا تحدث فيه عن تنظيم طاولة مستديرة حول آفاق التعاون التشادي التركي في الجانب الاقتصادي والعلمي. الدراسات الأفريقية والعربية يعلن بأن هناك طاولة مستديرة حول الآفاق التعاون التركي التشادي في مجال الاقتصادي والعلمي تكون في يوم 11 شهر نوفمبر من الساعة 9 في مقر بيت المرأة في مدينة أنجمينة. ونظرا للحالة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية العالمية والوطنية أراد المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية العربية المساهمة في دعوة المستثمرين من تركيا أو الدول الأخرى للمجيء إلى البلاد للمساهمة في التنمية الاقتصادية والعلمية. والوفد الذي وصل اليوم صباحا الساعة 3 في مطار أنجمينة وتشترك في هذه الطاولة المستديرة
المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية العربية، وجامعة هيك، والمعهد التركي العربي في تركيا، ومؤسسة الفيدرالية العالمية. ونحن نوجه دعوة للخبراء في مجال الاقتصادي وفي مجال العلمي والثقافي المجيء بكثرة لحضور هذه الطاولة المستديرة